شوفي هو اللي بغى دابا حاليا ولات تريز على مود انه اللي بغى يدير البوز وهذا تاي دنيا باتما كتكون في الواجهه دائما. بالعكس هذه اضافه ليا، كنعرف انني حاجه كبيره قدوه لبزاف ديال الناس، فرحانه انه حاجه تديروا بها البوز ديالهم الله يوفقهم، لانه كنبغي لهم بوز مي كنبغي لهم بواحد الطريقه اللي زوينه. الا تكلموا عليا بالخير وتكلموا علي، اما الا عايروني وهذا فكيكون واحد البوز اللي بين قوسين فاشل جدا وكيرجع عليهم بداكشي الخايب.